معلش اقعدي بس اليومين دول بس مع امك والله، وانا مش هتاخر، هما يومين بالظبط هرجع اقعد معاها تاني واخد بالي منها. يوه، كل شويه تقولي لي الكلمتين دول وتفضلي قاعده يجي 3 4 ايام بحماتك دي. طب انا هعمل ايه بس؟ حماتي جايه تقعد عندي يومين في البيت بالظبط، واول ما تمشي انا هاجي اخد بالي من امي تاني. يوه انا زهقت وقرفت، ما كنت وديتها دار مسنين وخلاص. والله العظيم انت مش محترمه، ده امك دي بالذات ياما شالتك وياما هنينتك ودلعتك، ده انت اللي كنت على الحجر يا بنتي. زهقتيني بقى كل شويه، انت اكتر واحده على الحجر. ومش ما خلاص بقى، ما كبرنا وخلاص وبقى عندنا بيوت وعيال، احنا فاضيين بقى، ولا عيال عايز اخد بالي منهم. والله كله سلف ودين، وهيتردلك في عيالك. معلش يا ماما، هسيب لك شيماء اليومين دول بس على ما اروح لحماتي، اصل جوزي جايبها البيت اليومين دول، والله ما انا عارفه جايبها ليه. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، حماتك تيجي اهلا وسهلا وتشرف بيتك زي بيتها، ده بيت ابنها برضه. وهسيب معاكي شيماء، لو احتجت اي حاجه قولي لها وهي تعمل لي. شيماء يا شيماء، بتعمل لي اي حاجه اصلا يا بنتي؟ بلاش شيماء، انا مش عايزاها تقعد معايا. معلش يا حبيبتي، يومين كده بس وهرجع لك تاني على طول. ماشي يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب. ايوه يا سهى، شفت المسلسل اللي انا قلت لك عليه؟ انت يا بنتي رد عليا. استني يا بنتي، ما اشوف امي عايزه ايه. نعم، عايزه مني ايه؟ معلش يا حبيبتي، سنديني ادخل الحمام، مش قادره وما عدتش قادره استنى اكتر من كده، عماله استناك تخلصي المكالمه، بقالك ساعتين بتتكلمي. هو انت قاعده تحسبي لي ازاي كمان بتكلم؟ مش بتكلم، بتكلم من جيبك، ده من التليفون بتاعي. تعالي سنديني ادخل الحمام. اصبري بقى اصبري، قربت اخلص المكالمه. هو جيبي. ايوه، كنا بنقول ايه يا سهى؟ شفت الفيلم بتاع امبارح؟ ده كان خطير يا بنتي، عايزه ادخل الحمام ما عدتش قادره. هو انت هتروح النهارده فين كده؟ النادي يا بنت اللذينه، كان زمان الوقت مقابلاكي هناك بودي العيال التمارين، بس نعمل ايه بقى؟ يا بنتي يا بنتي، الميه هتنزل عليا يا بنتي، ارحميني ودخليني الحمام. طيب اشوفك بقى الاسبوع الجاي، بس اوعي تتاخري عن الميعاد زي كل مره. يا لهوي، الميه نزلت غصب عني، منك لله يا شيخه، منك لله. اقفلي يا بنتي اقفلي، لما اشوف امي دي. ايه ده كده كده وسخت الانتريه، وده هينضف ان شاء الله. ازاي بقى ان شاء الله كده؟ انا بقول لك ايه، انا مش منظفه حاجه، ده عايز وجع قلب وهدى. ما تيجي بنتك بقى تبقى تنظف لك، بلاش قرف. يا حبيبتي، عملت لك الاكل اللي انت بتحبيه، عملت لك المحشي والفراخ. ايه بس يا ماما ما تزعليش مني، انا عملت على نفسي وبليت الهدوم بتاعتي والكنبه كمان، انا اسفه يا ماما. ولا يهمك يا حبيبتي، هغير لك هدومك وامسح الكنبه ومش مشكله يا حبيبتي، اوعي تخافي ولا تزعلي، انا عارفه ان هو غصب عني. تعالي يا حبيبتي يلا عشان اغير لك هدومي، تعالي يا قلبي ماما. اف، خليت ريحه المكان مقرفه. طب سنديني يا بنتي، ادخل اوضه اغير هدومي حتى. بصراحه انا قرفانه امسكك حتى، ايه القرف ده؟ سندي نفسك بقى وادخلي، ولا شوفي هتعملي ايه. انا داخله اتفرج على التلفزيون شويه لما اكون غيرت هدومك دي، عشان المكان بقت ريحته صعبه خالص. انت بالذات يا شيماء اللي على الحجر، كنت اشيلك واحطك واعملك وهنينك واعملك كل اللي نفسك فيه، حتى لو غلط كنت بعملهولك. انا السبب، انا اللي دلعتك زياده عن اللزوم عشان كنت صغيره، بس نتيجه دلعي انا اللي بشربها دلوقتي بقى، انا بقت ريحتي مقرفه ووحشه. حسبي الله ونعم الوكيل. اشرب كوبايه ميه. طبعا انا قلت لها هاتي لي كوبايه ميه، هتقول لي مهزي نفسك وهاتي لنفسك انت، وما اجيب انا لنفسي ولا الحوجه لحد. يا لهوي، الكوبايه اتكسرت يا اخي، هنضفها ازاي دلوقتي؟ يا شيماء يا بنتي، يا شيماء تعال الحقيني، رجلي هتتعور يا بنتي، وانا عندي السكر، لو رجلي اتعورت هتبوظ، حرام عليكي، تعال الحقيني. ميلت ايه تاني؟ كسرت الكوبايه؟ يا خرابي عليكي وعلى سنين السود، انا ايه اللي جابني هنا؟ لميها انت بقى، انا ماليش دعوه، الازاز ده بيدخل في ايده وممكن يعورني. يا بنتي انا هوطي ازاي على الارض؟ ده انا لو نزلت ولميت الازاز ده هيعورني بزياده يا بنتي، حرام عليكي، ده انا جيت اتعكست على العكاز ده اهو عشان اجيب كوبايه ميه عشان ما تحوكش ليكي، وبرضه ربنا وقع من ايدي الكوبايه. طب هعمل ايه بس؟ اعملي تعمليه، انا مش بصي اعتبريني مش موجوده، ريحي دماغك مني بقى، ولا شيماء بلا زفت، ما عدتش تنده عليا تاني خالص، انا بتابع الوقت المسلسل التركي، ماليش فاضيالك. اهو جه اعلان كمان اهو يا ست، ارتحتي؟ اهو الحته اللي كنت مستنياها راحت عليا عشان سيادتك ودلعك والكوبايه وقعت من ايدي. يا تلميها يا تدخلي تنامي بقى وتريحي لنا دماغنا. باخد الدواء كده يا ولاد على المعده فاضيه من غير ما اكل حاجه، انا معدتي هتتقطع، ده هي بتتقطع من كتر الدواء اللي باخده اصلا، ده الدواء كتير للقلب وللضغط وللسكر، هاخده ازاي كده من غير ما اكل ولا لقم؟ محدش عمل لي حاجه. فينك فينك يا بنتي؟ كنت تيجي وتعملي لي حاجتي، ولا كنت بتخليني اطلب اي حاجه؟
انا قلت لك مش عايزه شيماء دي تقعد معايا، ما بتعمل ليش حاجه، ده بالعكس ده بتتعبني بزياده، ده غير الكلام اللي بتدهوني في جنابي، انا تعبت وما عدتش قادره، ما عدتش قادره والله. ربنا ياخدني وارتاح بقى من الدنيا دي.